السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ امور هانيه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. المهم البنات، غادي نشارك معكم ان شاء الله الفواكه دي، يعني هذوك اللي كناخذوا الفواكه المعسله اللي تيكونوا في البطاط صغارين، يعني تنزينوا بهم الكيكات وتنزينوا بهم شحال من حاجه. المهم غادي نشارك معكم ان شاء الله هذه الطريقه هذه يعني بقشور ديال الدلاح اللي غادي نشارك معكم، وتيجي يعني حسن من ديال الزنقة، تيجي واعر. المهم غادي ناخد انايا الدلاح بحال هكا، وهداك البقايا ديالو هداك اللي تيكون بيض بحال هكا هو اللي غادي نديرو ان شاء الله. المهم غادي نبداو ان شاء الله، غادي نحيد هاد اللي الفوق، غادي نحيدو بحال هكا نحطو هنا، وغادي ناخد غير هذاك اللي غير هذا، غادي ناخذ بحال هكا ونحيد له هاد القشره هذه اللي تتكون بيضاء بحال هكا. وغادي ناخذ هذه هي اللي غادي نقطعها، غادي نحيد هادو حتى هما، نحيد هذا غادي ناكلوه، وهاد البقايا هادو اللي تيكون هنا ابيض بحال هكا، هاد الحموريه هادو حاولوا تحيدوها. المهم غادي ناخذ غير هذا، غادي انايا شفتوا البنات هنايا قطعت واحد الكميه اللي كبيره هنايا، وغادي نعاودوا نتلاقاو ان شاء الله. المهم البنات غادي ناخذ هاد القميله هذه، غادي نحط فيها هاد هاك، خصكم تقطعوه ما يعني ما كبير ما صغير البنات، تقطعوا على هاد الشكل هذا. غادي ندير هنا هذا كامل، وغادي ندير عليها البنات عندي هنايا هاد الكاس ديال السنيده، ما غاديش نضيفو دابا، غادي نضيف دابا جوج كيسان ديال الماء، باش نسلق هاد القشور ديال الدلاح باش نسلقو. المهم صافي البنات هانتوما، غادي نحطو دابا يتسلق، ونوريكم هنايا في البوطه باش تشوفوا اللون ديالو كي كيكون منين تيتسلق. المهم البنات هانتوما كيجي على هذا الشكل هذا، ملي تيطيب تيولي عندو واحد اللون شفاف بحال هكا، صافي ملي تيطيب تيولي عندو هذا اللون هذا البنات. غادي ناخذ واحد الوحيده حيت القمر كنشد بيها بيد وحده، وغادي تشوفوها واش اذا كانت طايبه. دابا هادي راه مازال ليها واحد شويه، هانتوما هادي راه مازال ليها غير واحد شويه، وغادي نحيدها صافي، وغادي نعاود نتلاقاو ونشوفو. غادي نخلي انا واحد شويه نغطي عليها ونخليها. المهم البنات هنايا صفيتو من هذاك الماء، ودابا غادي ندير ليه كاس ديال السنيده، وغادي نعبر جوج كيسان ديال الماء هاد الكاس نيت، الكاس الاول والكاس الثاني، وغادي نعصر فيه عندي هنايا الحامض. صافي وغادي نخلط مزيان ونحطها فوق النار المرة الثانية. المهم البنات هانتوما كيجي بحال هكا، دابا راه كيتعسل، شو هادوك يعني الفقاعات، دابا راه كيتعسل، غادي نخليه حتى يتعسل مزيان ان شاء الله، ونعاودو نتلاقاو عاوتاني باش نشوفو المرحلة التالية اللي غادي نديرو. وهنا البنات من بعد ما طيبت هذاك القشور ديال الدلاح تيجيو على هذا الشكل هذا، عسلتهم، وغادي ناخذ هنا النكهه ديال الفريز،
غادي ناخذ النكهه، غادي ندخلها مزيان في هاد الفواكه المعسله. نتوما غتشوفوا معايا غادي ندخلها مزيان. كتجي فيه البنات واحد المذاق تيجي واعر، تيجي زوين بزاف. المهم غادي ندخل مزيان، نخلطو مزيان باش تلون ليكم هاد الفواكه هادو. على هكا نتوما البنات، وغادي ندير الملوي الاخر بحال هكا، ندخلها مزيان كون تبان ليكم. غادي ناخد الملوي الاخر هذا ديال الحامض، غادي ندخلها مزيان فيه بحال هكا. هانتوما البنات بحال هكا، والمذاق يا سلام، النكهه راه كتعطي واحد المذاق زوين البنات. ومازال منين غادي يعني مازال سخون هذا غادي يتعسل مزيان. وهنا عندي النكهه ديال البيستاش، غادي نديرها هنا. هنا درت النكهه ديال البيستاج البنات، وانتوما ديروا النكهات اللي بغيتو. البنات هما هادو يعني هاد الفواكه المعسله اللي صوبت معكم بقشور ديال الدلاح، وهذا ديال الفريز. المهم البنات هانتوما هنايا صوبتهم في هاد الطبيسيلات هادو، كيجيو على هاد الشكل هذا. والله البنات الى المذاق رائع رائع والله، يعني حسن من هادوك ديال الزنقه اللي كناخذو. وكتصاوبوهم على يديكم، يعني صراحه جو غزالين، جو رائعين. نتمنى تجربوا هاد الوصفه هادي وتنال الاعجاب ديالكم. مهم هذا هو، هذه هي النكهه ديال البيستاج اللي صاوبت معكم، نتمنى تكون تتبان لكم، يعني صراحه رائع رائع والمذاق زوين البنات. وهذا النكهه ديال الحامض تجي على هذا الشكل حتى هي، وهذا ديال الفريز حتى هو راه كيجي غزال البنات، تيجي رائع. والمذاق ديالي حتى هو راه كيجي غزال البنات. لا غير جربوا وكتبوا لي في الكومونتير كي جاكم، وديك الساعه حكموا نتوما. المهم انتوما راه كيجي هائل، تيجي روعه البنات، وتيجي طايب. يعني شوفوا يعني كيجي بحال هذاك الفواكه المعسله اللي تيكونوا في الزنقه. شو البنات كيجيو على هذا الشكل، هذا تيجيو رائعين. نتمنى تجربوه البنات، ونتمنى نكون فدتكم. والناس اللي تيديروا الحلويات راه غتعجبهم هذه الوصفه، هذه لي كوموند غتعجبهم هذه، يعني اقتصاديه على يعني على هذوك الباطات اللي كناخذو حنايا من الزنقه. هذا اقتصادي، شوف سبحان الله العظيم شحال خرج ليا غير هذاك شويه، شحال خرج ليا ديال الفواكه المعسله. المهم نتمنى يعجبكم البنات، بلا ما نطول عليكم، نتمنى يكون عجبكم الفيديو. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوناش بلي لايك، ديما لي لايك ديالكم والدعوات ديالكم. ونخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، ترقبوا الفيديوهات ديالي. ما كاين غير الجديد ان شاء الله من هنا الفوق، نحاولوا نبقى نحط لكم كل نهار فيديو. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، وشكرا لكم بزاف الناس اللي يلا انضموا للقناه. كنقول لكم شكرا لكم بزاف، والله ييسر اموركم.
وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوناش البنات التشجيعات ديالكم، والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. دمتم في امان الله.